أدوات تناول الطعام هي الأدوات التي تستخدم في تناول الطعام على الموائد وتشمل الملعقة والشوكة والسكين، لكن هل شاهدت كيف بتم صناعتها في داخل المصانع؟ اليوم جولتنا في مصانع السكين والملعقة والشوكة ونشاهد مراحل صناعتها من البداية للنهاية، وفي الختام رح نشاهد كيف بتم صناعة الشفاطة البلاستيكية أو الشلمو. السلام عليكم، أنا سامي مشتاه وبرحب فيكم. قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. جميعنا بحب أنواع الطعام المختلفة، ولكن الطريقة اللي بناكل فيها الطعام بتتشابه بشكل كبير، فبنستخدم الملعقة والشوكة أو العيدان الخشبية. لكن قبل ظهور كل هاي الأدوات كان الناس بتتناول الطعام بالأيدي، حتى شوية شوية ظهرت أدوات الطعام المختلفة. ونبدأ بصناعة الشوكة، فتعد الشوكة أحدث أدوات المائدة، وصحيح أنها ظهرت منذ العصور القديمة إلا أنها تعتبر الأحدث بين أدوات المائدة، وكانت النماذج الأولية منها تتكون من شقين فقط، وكانت تستخدم في البداية في الطبخ وتقديم الطعام. وما كانوا بيستخدموا الشوكة لتناول الطعام لأنه كانت أصابع الأيدي والملاعق والسكاكين الخيارات الأكثر شعبية لتناول الطعام. ظهرت أقدم شوكة في مصر القديمة، إضافة أنه جزء من الصين كانوا بيستخدموا شوك، وفيما بعد انتشرت الشوكة في العالم الغربي، حيث يعود أحد أقدم الأدلة المسجلة عن ظهور الشوك فيها في القرن الحادي عشر، وتحديدا لدى زواج الأميرة البيزنطية. أما في عصر النهضة فالإيطاليين كانوا أول من استخدموا الشوكة خلال عصر النهضة من أجل التهام طبقهم المفضل المكرونة. وخلال القرن السابع عشر سدت فكرة أنه من غير اللائق تناول الطعام بالأصابع، وبدأت الناس تهتم بنظافة الطعام أكثر، وأصبحت الشوكة ضرورية، وصارت الشوكة جذابة للناس اللي بفضلوا أنه يكون طعمهم نظيف وخالي من الأوساخ. وبحلول القرن الثامن عشر ظهر استخدام الشوكات المنحنية ذات الأسنان لتناول الطعام مثل البازلاء، ولكن ظل استخدام الشوك محصورا في المقام الأول بين الطبقات العليا، واستمر الأمر كذلك حتى قيام الثورة الصناعية، وعندها بدأ يشيع استخدام الطبقات الدنيا والمتوسطة للشوك أيضا ضمن أدوات المائدة. إضافة لذلك أصبح عامة الناس قادرين على تحمل تكلفة أدوات تناول الطعام بالكامل لتقديمها للضيوف. طبعا الشوكة تصنع من مواد مختلفة، منها المعدنية ومنها البلاستيكية المصنوعة لتستخدم مرة واحدة، ومنها ما هو ثمين ومصنوع من الفضة أو الذهب. وكان طبعا الاختراع الفولاذ المقاوم للصدأ الفضل الكبير بسهولة تصنيع أدوات المطبخ واللي يستخدم اليوم في صناعة الشوك وغيرها من الأدوات، بالإضافة إلى مادة البلاستيك الذي مكن المخترعين من البدء في تجربة إجراء العديد من التصاميم المختلفة للشوك من تلك المادة. ويتم رسم شكل الشوكة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بأشكال وأذواق مختلفة، وصارت المصانع تبدع في ابتكار الشوك المريحة والعصرية، ويتم تطويرها بين الحين والآخر حتى ترضي جميع الأذواق. من الشوكة ننتقل لمصانع الملعقة. طبعا تعتبر الملاعق واحدة من أقدم أدوات المائدة في العالم، وقد ظهر عدد من الأشكال لها مصنوعة من خامات طبيعية مثل الخشب، الأصداف والأحجار. طبعا في البداية لم يكن لها حوامل اليد، وكانت تصنع من أحجاب مناسبة لغرف الطعام، ولا يوجد تاريخ محدد يرجع إليه اختراع أول ملعقة في التاريخ ذات حامل يدوي، ولكن تشير بعض الأدلة التاريخية إلى استخدام المصريين القدماء للملاعق ذات المقابض لأغراض دينية. في البداية كانت أغلب ملاعق الطعام مصنوعة من الخشب لسهولة توفره وانخفاض تكلفته، ومع ذلك انتشر في الإمبراطورية اليونانية والرومانية ملاعق من البرونز والفضة بين الطبقات الثرية، وامتد ذلك إلى العصور الوسطى، حيث يعود أول دليل موثق لظهور الملاعق في إنجلترا لعام 1259، والتي عثر عليها في خزانة ملابس الملك هنري الأول. ولم يكن المصريون القدماء وحدهم هم من استخدموا الملاعق لأغراض أخرى غير تناول الطعام، بل ظهر استخدامات أخرى للملاعق في الاحتفالات لإثبات الثروة والقوة. على سبيل المثال كان يسبق تتويج كل ملك بريطاني طقوس يجري فيها مسح الملك الجديد بملعقة احتفالية. وقد اختلف تصميم الملعقة خلال عصر النهضة والعصر الباروكي حتى استقرت على تصميمها الحالي الذي نعرفه في القرن الثامن عشر. وبعد ذلك الحين اكتسبت الملعقة مكانا رئيسا ضمن أدوات المائدة، وتعددت أشكالها وأنواعها من ملعقة الحساء إلى ملعقة العسل وملعقة التوابل وغيرها من الأنواع. تصنع الملاعق من مواد مختلفة، منها المعدني ومنها البلاستيك أو من الخشب أو الفخار، وربما أثمنها ما هو مصنوع من الفضة أو مطلي بالذهب. يستخدم اليوم الفولاذ المقاوم للصدأ لصناعة الملاعق والشوك. طبعا تصنع الملاعق في البداية على شكل قضيب معدني له نهاية مستديرة، ثم تدفع في الآلة حتى تصل إلى قالب خشبي منبعج القمة، ويمكن استخدام قالب معدني أو غيره من أنواع القوالب، وعندما تهبط آلة الضغط فوق النهاية المستديرة يساهم
القالب الخشبي في نحت قلب الملعقة ليمنحها شكلها الانسياب الناعم المميز. وبهي الطريقة البسيطة بتم صناعة الملاعق وتتنوع الأشكال والأنواع حسب المصنع. ومن مصانع الملعقة إلى مصانع السكين، فطباخ بلا سكين كحلاق بلا مقص، فهي الأداة الأكثر أهمية بالنسبة لجميع الطهاة. وتكتسب السكين أهميتها من قدرتها على أداء بعض الأعمال التي لا تستطيع أسنان الإنسان الضعيفة القيام بها، لذلك فلا يبدو مفاجئا أنها الأداة الأقدم من أدوات المطبخ، وقد صنع السكين في البداية من الحجر ثم البرونز وأخيرا من الحديد. ومع أن السكين كانت تستخدم سلاحا لقتل الفرائس وأداة لتقطيعها إلى أحجام مناسبة وتناولها منذ عصور ما قبل التاريخ، إلا أنه لم ينتشر استخدام السكاكين المصممة حصريا لتوضع على المائدة، فكانت السكاكين حادة للغاية، وكان وضعها ضمن أدوات المائدة يشكل خطر كبير. وقد شاعت بعض الحوادث والتي منها على سبيل المثال ثقب بعض الثمالة أفواههم في أثناء محاولتهم تناول الطعام. في عام 1669 منع الملك لويس الرابع عشر وضع السكاكين الحادة على الطاولة، وأمر بالاستبدال بها بسكاكين أقل حدة وأعرض سمكا، وظل هذا الأمر القاعدة الغالبة حتى يومنا هذا. وأخذت أيضا السكاكين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في الظهور في حوالي القرن العشرين ضمن أدوات المائدة. طبعا السكاكين بتكون مصنوعة من مواد عدة، منها الجيدة ومنها الأجود، وبعضها الآخر بيكون قليل أو معدوم الجودة. تصنع السكاكين عادة من الصلب الكربوني أو الصلب الكربوني العادي، وهو سبيكة من الصلب، العنصر السبائك الأساسي بها هو الكربون. وتصنع السكين من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو سبيكة معدنية بتحتوي على خليط من العناصر، فنسبة الحديد فيها لا تقل عن 50%، ونسبة الكروم لا تتجاوز عن 30%، ونسبة الكربون حد أدنى 11%، بالإضافة إلى بعض العناصر التي تمثل حوالي 8% مثل النيكل وغيرها لتحسين خواصه. تكتسب مقاومتها للصدأ والتآكل بسبب تكوين طبقة رقيقة متماسكة وغير مرئية من أكسيد الكروم تلتصق بسطح المعدن وتقيه من التآكل، وتكون هذه الطبقة واقية بدرجة كافية كلما كانت نسبة الكروم في الفولاذ عالية. مثل ما حكينا بتختلف المعادن اللي تصنع بها نصول السكاكين، ولكن أشهر المعادن النموذجية المستخدمة في صناعة السكاكين المنزلية هي الصلب الغير قابل للصدأ، كما يستعمل أيضا النحاس والبرونز. أما عن مراحل صناعة السكين، فبيتم في البداية تشكيل الفولاذ في شكل الشفرة المطلوب، ثم يتم تصليب الفولاذ بشكل صحيح، ثم يتم تشكيل النصل أي شفرات السكين، ثم يتم إزالة جميع أثار الحدادة والمعالجة الحرارية، ثم يتم تلميع النصل، ثم يتم صنع المقبض، وتأخذ أشكال وأنواع مختلفة، ويستعمل الخشب في الغالب في صناعة مقابض السكاكين، كما تستعمل أيضا اللدائن في ذلك، ثم يتم تجميع المقبض مع السكين من خلال ماكينات خاصة. وننتقل أخيرا إلى الشفاطة البلاستيكية المعروفة بالشلمو. ظهرت أوائل الشفاطات في الحضارة السومرية التي قامت في بلاد الرافدين، حيث كان يشرب السومريون السوائل بشفاطات مصنوعة من الذهب. وفي مصر القديمة ظهرت أيضا شفاطات من القش الطويل، وفي وقت لاحق استخدم السكان الأصليون لأمريكا الجنوبية شفاطات خشبية لشرب الشاي مع رفقائهم. أما الشفاطة الورقية الحديثة فقد اخترعها الأمريكان، ومع مطلع القرن العشرين بدأت مخازن الصودا تقدم الشفاطات لزبائنها الذين يخشون انتقال الأمراض المعدية. أوائل الشفاطات كانت عبارة عن ساق عشبة مجوفة، أما الشفاطة التقليدية الحالية فتصنع من اللدائن. طبعا هناك أنواع كثيرة من الشفاطات، سواء الشفاطات الورقية أو البلاستيكية أو الشفاطات الزجاجية أو المصنوعة من الصلب غير قابل للصدأ. طبعا بهيك بنكون وصلنا لختام هاي الحلقة، اكتبونا رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.